الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك إعلان، ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسيا منسيا. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها في أنفسهم. فهل سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة كسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تؤخذ لها بجنس خاصة، وذلك ليس من السنة شيء. وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقمون ويستنكرون، فنجابهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطبتهم لإنكارهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور، كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجابهم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة، فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم خصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهل أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلكما. لا يعرف، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الإثام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم، الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكته؟ هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفس محمد بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدعة خاصة التابعين منهم، أما المتبوعون الغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون. لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم، أما المتبوعون
أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم في نوايا حسنة، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع ويتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن صوت. والله ما أردنا إلى الخير، لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه. اي لا يكفي ان يكون قصد احدكم الخير، وانما يجب ان يقترن مع هذا القصد الخير ان يكون الطريق ايضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك ابدا الا اذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، كما قال الله عز وجل في القران: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق اذا سلكه القاصد للخير فهو في خير يقينا، اما اذا سلك طريقا اخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير اطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ومن مقاصد قوله الاخر: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه، لانكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، اذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اقواما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، اي لا يصل الى قلوبهم، انما نقلقت لسان وتجاره من تلاوه القران كما هو الواقع في اخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. الى هنا تنتهي قصه ابن مسعود مع اصحابه المجالس المبتدعه، لكن عبره بتمام القصه التي يرويها مشاهدها. قال: فلقد راينا اولئك الاقوام، اي اصحاب حلقات الذكر غير المشروع، رايناهم يقاتلوننا يوم النهروان، اي ان اصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب، فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء: الصغائر بريد الكبائر. وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول: البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. هذا هو شاهد يطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البيعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله، فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك، يفسح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل شيء.